رايحين هنبدأ دلوقتي إن شاء الله تطبيق النموذج الثاني مع باسمتها جان. هبدأ أفتح وخلاص من الشات مع باسمتها جان. يقعد كده بعد منكم. باسمتها جان اتفضلوا. مساء الخير عليكم جميعا. أحب أول أقدم نفسي لحضراتكم. معكم باشمهندسة جيهان العباسي، سوري، خريجة هندسة عمارة. أنا بدأت الشغل مع الباشمهندس أو الكورسات مع الباشمهندس محمد الكاشف من سنة 2020، وطبقت حوالي 7 workshops معاه. أحب أوريكم الأول بداياتي كانت عاملة إزاي مع الباشمهندس لغاية ما المستوى الحمد لله وصل مستوى أنا راضي عنه، وما زلنا بنتعلم من الباشمهندس محمد. فدي أول حاجة عملتها مع الباشمهندس محمد أول ما بدأنا خالص. يعني أكيد هتشوفوا المستوى فرق من أول ورشة عن تاني ورشة وعن آخر ورشة، وده ما جاش غير من المتابعة مع الباشمهندس. كان على طول متابعة باستمرار وعلى طول بروجكت ورا بروجكت لغاية ما الحمد لله الواحد فهم حاجات كتير وتطور في حاجات كتير. فهوري لحضراتكم ازاي تطور. دي كانت اول ورشه عملتها معاه. اكيد لما هتشوفوا الورش اللي بعد كده دي بقى تاني ورشه عملتها معاه. طبعا في تطور تاني في الورشه، وكان دايما الباشمهندس يعمل ابجريد دايما للورشه، ودايما بيحط افكار جديده، ودايما بيحط معلومات جديده. فهنا بدأنا نحط جداول التشطيبات، ما كانتش موجودة طبعا في أول حاجة عملتها معاه. هنا مثلا دوت لوحة السقف، دي مثلا لوحة الفرنتشر. هنا بدأنا في القطاعات، دي قطاع في الحمامات. دي مثلا كانت ليفينج، دي كان جزء من فيلا اشتركنا فيها مع جروب. دي جزء الفيلا. فتحسوا حضراتكم إن المستوى أكيد مختلف عن أول بروجكت أنا عملته. دي برضو لوحة الكهرباء، طبعا البرزنتيشن كانت بتبقى مختلفة تماما. دي غرفة نوم كنا عملناها برضو، كان وان زون. هنا بنحط أكواد برضو. دي بالنسبة للسقف، دوت قطاع السقف في الغرفة. هنا برضو اسكاشن في السقف. ففي تطور أكيد، وده برضو كان بروجكت كنا عاملينه شقة. دي جداول التشطيبات. أكيد أول مشروع بيختلف عن أي تاني مشروع، دي لوحات السقف، بنحط الإضاءات، بنحط تشطيبات، أشكال التشطيبات هتكون عاملة إزاي سواء في الجداول أو بنحطها كصور. دي برضو لوحات سقف. دي برضو ورشة كنت عملتها معاه، دي كانت شقة كاملة، وبنحط تشطيبات، بنحط أكواد على كل تفاصيل التشطيبات. دي لوحات السقف، لوحات الإضاءة، ولوحات الجبسن بورد. دي لوحة الأرضيات. دي كانت لوحة الفرنتشر، برضو بنعمل توصيف لكل الفرنتشر ونحط لها أكواد وبنحط أسامي. دي لوحة الكهرباء، برضو بنحط لها أكواد وبنحط تفاصيل ال سوكت الكهرباء. دي كانت قطاع برضو في ال فطبعا لو تلاحظوا حضراتكم اول اخر برزنتيشن او اخر بروجكت مختلف تماما عن اول بروجكت. وكنت اشتغلت معاه كمان شغل برايفت مع الباشمهندس، عملنا كمان شغل برايفت. احب اوري حضراتكم على السريع، ده بعد ما خلصت الورشه او 7 ورشات مع تقريبا، ده عملنا شغل برايفت مع الباشمهندس. دي نماذج منها على السريع. فطبعا اكيد حضراتكم لاحظين الفرق عن اول حاجه اتعملت خالص. فده طبعا ما جاش من فراغ، ده متابعه الباشمهندس في الشغل مع الباشمهندس باستمرار، ودايما دايما المتابعه دي اهم حاجه، اهم حاجه مع الباشمهندس. دلوقتي الورشه دي عباره عن منطقه ليفنج روم مع دايننج. هي لو تلاحظوا الصور هي عباره عن هنا جزء الدايننج، هنا جزء الليفنج روم، وهنا الانترنس. بالنسبه للسقف، السقف عندي انا قسمته لثلاث اقسام، دوت جزء بتاع الدايننج، وده جزء بتاع الانترنس، وده جزء بتاع الليفينج اللي هو اللي هنا ده. وبيفصل بينهم زي خشب او جزء خشبي في السقف. هنا يكون واضح اكتر حاجه، مش نفس مستوى الجبسن بورد، هو داخل شويه مع السقف. فازاي ممكن نحقق ده عن البلان عشان التنفيذ؟ اول حاجه بالنسبه للبلان علشان يعني نقدر نعمله، لازم نشوف لو في اي تجاليد في الحيطه، لو في اي مثلا بيت ستاره. فهنا واضح ان انا عندي بيت ستاره، لازم اعمل حسابها علشان احط الحدود اللي هشتغل عليها السقف. فاول حاجه لازم بيت الستاره عمقها بيكون تقريبا من 15 ل 20،
فاحنا ممكن ناخدها حوالي 20 سنتي، فلازم نعمل اول حاجه اوفست 20. طبعا احنا شغالين بالملي، فهنبتدي طيب فهنبتدي ناخد اوفست 20 سنتي، على اساس ده هيكون حدود السقف عندي من بعد بروز بيت الستاره. طيب دي اول حاجه، اول خطوه. بالنسبه للتجاليد على الحيطه، هنا في جزء تجاليد بس هو مش واصل للسقف، انا مش هحطه في اعتباري. طيب اقسم ازاي المكان هنا؟ لازم هنا جزء المدخل، وهنا جزء السفره، وهنا جزء الليفينج. طيب اول حاجه الجزء اللي في النص اللي هو الجزء الخشبي، انا هحاول اعمل له يعني هفصله اول حاجه لوحده. طبعا مش هبتدي من هنا، لازم ابتدي من بعد بيت الستاره، فلازم اروح ايه زي حشوية. ده أول جزء الخشبي. طيب بعد كده هقسم جزء المدخل. لازم أنا الأول أعمل حدود اللي هعمل جواها الجبسن بورد. فبالنسبة للجزء المدخل هعمل له المستطيل ديت اللي هي حدود السقف، وبالنسبة لجزء الدايننج برضه هعمل له المستطيل بتاعه، بس هيكون من بعد بيت الستارة. فدي أول حاجة إحنا بنعملها، إن إحنا بنحدد الجزء أو الـ يعني الـ زي خطوط العمل اللي هنشتغل جواها جزء السقف. طيب وبالنسبة هنا للجزء الليفينج برضه في نفس الشيء، هنروح عاملين دوت اللي هو الحدود اللي هنشتغل عليها السقف. طيب بالنسبة للسقف، أنا هنا ما عنديش أي يعني عندي بيت نور، بس أنا ما عنديش أي سبوتات في السقف، وما عنديش طبعا اللي هو تكييف مركزي، ما فيش أي جريلات تكييف، فالسقوط السقف عندي مش هيكون عميق، هيكون انا عاملاه حوالي 15 سنتي. فهنا ازاي احقق دوت في التصميم؟ اول حاجه هبتدي بجزء المدخل اللي هو عفوا ده جزء المدخل. هنا لو جزء المدخل تلاحظوا ان هو شكله مستطيل، عباره عن مستطيل وجواه بيت نور. طيب انا عملت هعمل اوفست حوالي 60 سنتي، انا عملت يعني عمق الجبسن بورد حوالي 60 سنتي، فأول حاجة هعمل اوفست 60 سنتي، وهنا كمان هعمل اوفست 60 سنتي، وهنا اوفست 60 سنتي. طيب أنا هشتغل على قطعة قطعة أول حاجة عشان ما نلخبطكمش. فهنا دي أول حاجة الجزء المدخل، هو مستطيل ما فيهوش الكيرف الموجود عند الليفينج والدايننج. فأول لما نيجي نبص على السقف، هنا في بيت النور، فطبعا زي ما الباشمهندس كان قال قبل كده، في هنا المراية الخارجية وفي المراية الداخلية. طيب المراية الخارجية ديت ازاي ارسمها؟ اول حاجة لازم باشمهندس اعمل قفص. ايوه مش مهم. حاجه حضر. بص يا باشمهندسين، لما يكون عندنا سقف ما فيش اضبطات، ممكن البيت النور يتعمل عمق المفتح الجبس، ممكن نعمله 40 سم او 35 سم، ما فيش مشكله. بس لو هنعمل اضبطات مع بيت نور، يعني اضبطات مع بيت نور، اقل عمق ما يبقاش اقل من 45 سم. بس باشمهندس هنا عامله تصميم مودرن والسقف ما فيهاش اضبطات، فممكن العمق الاضبط العمق الجبس ما يبقاش 60، ممكن نعمله 40، ممكن نعمله 35، ممكن نعمله 25، مفيش مشكلة. لكن لو هتعمله اضبطات يبقى اقل عمق من 45 ل 50. تمام؟ اتفضل يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس، خلاص انا ممكن اخليها 40 سنتي، فهعمل اوفست 40. طبعا احنا شغالين بالملي، فده الاوفست 40، هعمله اوفست 40 زي ما الباشمهندس قال، عشان مفيش سبوت لايت، فانا مش محتاجه المساحه الكبيره دي كلها. طيب بعد كده هبتدي اعمل المرايه. فالمرايه سمكها المرايه الخارجيه بتكون 18 مللي، اللي هو سمك الجبسن بورد، بس احنا بنزودها بنخليها 20 مللي على اساس اللي هي 2 سنتي، على اساس ان احنا بنحط عليها المعجون والدهان وكده، فبنعمل لها اوفست 20 لجوه. فده الجزء ده هيكون مش ظاهر بالنسبه لي، هيكون ضبط لانه هو مش ظاهر بالنسبه لي، فانا هحطه على يعني هخليها ضبط بحيث ان هي ده جزء مش ظاهر. طيب دي اللي هي جزء المراية الخارجية. طيب بعد كده أعمل أوفست من دي، أعمل أوفست 10 سنتي اللي هي جزء بيت النور. فأنا هعمل 100، أوفست 100، وبعدين أوفست اللي هي تخانة المراية الداخلية اللي هي 20 سنتي. يبقى دي المراية اللي هي الداخلية، وهنا هيكون بيت النور اللي هي هيكون الإضاءة، وهنا هيكون المراية الخارجية. طب ليه الثلاثة دول دوت؟ لأنهم مش باينين، احنا لما باصين من تحت دول مش باينين من فوق.
طيب هبتدي، ممكن انا اعمل من هنا، ممكن اعملها اعمل بيت النور. نعم اعملها باشمهندس. ممكن لون تاني عشان بس يبقوا فاهمين، بس الدوت اه اللون حاضر اخضر او ازرق. حاضر ماشي. انا فالدوت ده باشمهندسين هغير اللون. اي حاجه مخفيه زي سمك بيت نور، سمك مرايه، سمك بيت نور، دوت كاميرا، اي حاجه مش ظاهره بنعملها دوت. فاول ما الاقي طبعا البلان فيه ثلاثه دوت، ثلاث خطوط دوت، اعرف ان على طول ان هنا في بيت نور. لكن لو انا عندي دوت واحد بس، اعرف ان هنا سقف، سقف مرايه من غير بيت نور. تمام، عشان كده الاسقاطات دي مهمه جدا نحطها في البلان بتاعك. اتفضل يا فندم. انا عملت هنا الدوت دوت ده هيكون الجزء اللي هو بيت النور نفسه، اللي هو جزء الاضاءه نفسه. فبقى ممكن نعمله باللون الاصفر، ونعمله برضو دوت على اساس ان هو مش باين. يعني هنا هيكون الليد، هنا مكان الليد. تمام. طيب ده بالنسبه لاول جزء. الجزء اللي هنا نفس الفكره بالظبط، بس انا بداته من بعد بيت الستار. فانا برضو هعمل اوفست هنا، هنا عشان مفيش، برضو هعمل اوفست نفس الحكايه 40 سم، اعتقد ان انا ما عنديش بيت نور، سوري ما عنديش سبوت لايت. فهعمل 40 سنتي، ده الأوفست 40 سنتي. ونفس الخطوات اللي عملتها هنا هعملها هنا بالظبط. برضو هروح عاملة عمق المراية الخارجية، هعملها اللي هي 20 سنتي، دي عمق المراية الخارجية، ودي هتكون دوت في الآخر، هنعملها دوت. وبعد كده أوفست 10 سنتي، أوفست 10 سنتي اللي هو البيت النور، مكان اللي هيكون فيه بيت النور. وبعد كده المراية الداخلية بعمل لها السمكة بتاعتها اللي هي 20 سنتي، فبعمل قوس تاني 20 سنتي، فدي المراية الخارجية. بس في حاجة هنا، أنا معلش هنا أنا عاملة كيرف، فده كله هيكون المفروض من الأول كنت معلش همسح ده تاني. ارجعي تاني يعني خليها زي ما هي مشكله، عشان اوضح لهم المعلومه بطريقه اسهل. حضراتكم بترسموا زي ما الباندا ديجرام رقمت، مفيش مشكله. بس لما تيجي تعملوا الكيرف، الكيرف دايما انا بعمل اكسس على اللوحه، الكيرف دايما لما هتعملوا الكيرف هنا لازم يبقى واخد من ربع دايره، ما ينفعش كيرف كده بشكل عشوائي. يعني مثلا اعمل مربع وليكن مثلا 20 في 20 او 30 في 30، وافتح فتحه الدايره هنا عشان اجيب الكيرف بتاع السقف. الكيرف ده بيبقى واخد من رسم ربع دايره او جزء من دايره. يعني لو عملت مثلا نص القطر 30، يبقى الربع الدايره من نص القطر 30. لو عملت قطر الدايره 60، يبقى الجزء من الدايره 30. فدي اول حاجه بنعملها، وبنعملها بالبول لاين بعد كده، وبنعمل بعد كده قطر. تمام، فضلت ما تكملي بقى. زي ما الباشمهندس قال، يعني هنعمل المربع اللي هنا مثلا 40 في 50 في 50، هعمل 50. وهعمل الكيرف. نعمل عمل هي بس بترسم لكم الخطوات عشان تعرفوا الدايره بتجيبوها ازاي، لكن هي عارفه الامر. بس بترسم الدايره عشان تبقوا عارفين الشكل الهندسي بتاع الحاجات اللي فيها كيرفات دايره نرسمها ازاي على الدولاب. تمام، بس طبعا مهندسه بعمل انت تريم ممكن للخطوط الزيادة. أيوة حاجه باشمهندس. اسهل، اختاري الاربع الخطوط. يعني هقول لك على حاجه اسهل، امسحي خطوط العمل اللي جوه، يعني امسحي أيوة الخطوط العمل. أنا همسحها وأعمل أوفست. لا، امسحي، يعني اختاري الاربع خطوط، واختاري امر الجي، حرف الجي على الكيبورد، انتر، هيقفل لك الخطوط على طول. تمام، ماشي ده باشمهندس. أيوة طبعا تمام. خلاص من هنا بقى بقدر اعمل الاوفست زي ما عملنا في الاول. بعمل اوفست 20 سنتي اول حاجه، اللي هي المرايه الداخليه، بعد كده المرايه الخارجيه عفوا، بعد كده اوفست 10 سنتي اللي هي بيت النور نفسه، بعد كده اوفست 10 سنتي
سوري 2 سنتي اللي هي المراية الداخلية. طبعا التلاتة دول هيكونوا دوت، أنا ممكن أخدها من هنا نفسها وأساس أخد ماتش بروبرتي على أساس يكون هنا. ده بالنسبة للسقف التاني بتاع إيه الدايننج روم. بالنسبة للليفينج روم برضو نفس الطريقة بالظبط زي ما عملت هنا بالظبط. هبتدي برضو أعمل ربع دايرة اللي هي 40 في 40، 40 في 40. هنا 50 في 50، ونفس الطريقة بالظبط نفس الخطوات بالظبط. برضو أرسم دايرة radius وأعمل trim. ولا ميرور طبعا بمسح الخطوط الزيادة وباخد ده كله، أمسح خبز العمل ده كله هعمل وجهي. هنا برضو نفس باشمهندس ممكن تشيل حضرتك الخطوط دي بس عشان ركاني شوية. طيب هعمل دلوقتي اوفست 20 سنتي اللي هو المراية الخارجية، وبعد كده اوفست 10 سنتي نفس الخطوات بالظبط 10 سنتي، 20 سنتي اللي هي المراية الداخلية. وده برضو هيكون دوت نفس الحكاية بالظبط. هعمل هنا match property طيب بالنسبة للجزء الخشب اللي في النص هو جزء فلات، بس هو مش بنفس مستوى الجبسن بورد، هو داخل شوية فهو هيكون مجرد مستطيل. ممكن أعمل له هاتش لون مختلف بعد كده لما نعمل الهاتش. طيب دلوقتي المفروض إن احنا نعمل القطاع الجانبي بتاع ال أول حاجة نعمل الإكس لاين. هستأذنك يا باشمهندس، في حاجة بس إضافية بس هنعملها قبل ما نعمل القسم الجانبي. هنعمل الدوت بتاع تثبيت الستارة، الدوت أيوة ناخد اللاين الستارة ونعمل أوفست 2 سم اللي هي المراية بتاعة الستارة. صح مظبوط. وهنا كمان هنا برضه عشان الجبسن بورد الفاصل بين الجبسن بورد والخشب برضه هعمل دوت هنا ودوت هنا على أساس بيكون فاصل بينهم هما الاتنين. فهنا هعمل أوفست، ده هيكون دوت برضو. نفس الوقت برضو هنا هيكون في لاين دوت. دلوقتي لازم نحط أول حاجة الخط اللي هو الخرسانة اكس لاين اكس ال، على أساس إني هعمل القطع هنا هعمله لاين دوت اللي هو هيكون خط الايه من المحارة لغاية بيت الستار لغاية هنا. طيب دلوقتي احنا عندنا مستوى واحد بس، احنا ما عندناش كذا مستوى، هو مستوى واحد بس. فهعمل بولي لاين اول حاجة، همسك من هنا بس مادتها دي دوت هنا لغاية المراية. ايه بس خلي خط الخرسانة بلون مختلف علشان الناس تعرف ان ده خط خط بلون ماشي، احمر ده واي خط لون. الخرسانة خليه لون احمر. ماشي بعد اذن بس عشان اعملي اوفست الخط الخرسانة بصوت السقف الاول كده تاخدي الاسقاط. انا عارف ان انت على السقف بس عشان هم يبقوا فاهمين احنا بنرسمها على طول عشان احنا فاهمين الورك، لكن الناس اللي لسه مبتدئه
بتعمل الخطوات ده، بعد كده لما بيتعود بيبدا يرسم على طول من غير ما يعمل قطع السقوط. انا عامل ايوه اوفست مظبوط السقوط، صح. اوفست السقوط انا بتاعها عامله السقوط 15 سنتي، راح اعمل اوفست 150. وهنا هعمل سمك الخرسانه اللي هو 20 سمك، عفوا الجبسون بورد اللي هو 20، اللي هو 20 سم. وابتدي ارسم البولي لاين دلوقتي، ابتدي من هنا. طبعا السقوط ده كله 15 سم كده، واطلع حوالي 7 سم يعني المرايه. بعد كده امشي 2 سم، اطلع لغايه السقف الخرسانه، ده هيكون شكل قطعان. بعدين انا ممكن اخده ميرور الناحية التانية هنا، بس خليني اعمل الناحية التانية الاول. برضو نفس الحكاية، هنا في بيت الستارة، فلازم الاول اطلع من هنا لغاية المراية الخارجية، بعد كده 7 سنتي. الجزء بتاع المراية، لعبة الستارة. هعمل له هاتش، اختاري حاجة اسمها بشمهندسة، اختارت النسب، اختاري صح كده، ايوه اختارت النسب. ماشي بشوان. في قطع تاني لسه في عمها هنا برضو، في قطع هنا برضو في ولا ايه قطع بالظبط؟ تاني لسه في النص. ماشي، هنا بقى لسه جزء اللي في النص، فأنا ممكن أخد دي ميرور. استني أعمل الخيط الأول، لا احسن انا بتمنى ان انت ترسميها حتى واحده احسن، يعني ما تعملهاش طيب ميرور يعني هرسم. ماشي ارسم دي كلها قطعة واحدة. ماشي حاضر. بس في نقطه مهمه ايه للمهندسين، لو عارفين بالكم منها، لو في شادو جاب بعد اذنك يا بتمنى دي احسن، عشان بس هم يبقوا عارفين. لو عارفين شادو جاب ماشي هنا مش مهم. يبقى اللي عملته بتمنى ميرور صح، لكن لو انا عندي هنا ما فيش شادو جاب، الشادو جاب بيبقى بتاع كده 2 سم فاصل تمام، فلو انا عندي هنا شادو جاب يبقى البتمنى كانت عامله ميرور عشان هي كانت عامله شادو جاب في التصميم، لكن انت لو مش هتعملوا شادو جاب وهتعملوها حته واحده يبقى نرسم الاسقاط زي نفس الخطوات اللي احنا عاملينها، تبقى الاسقاط شكلها كده، وبعد كده نعمل المرايه، وبعد كده نكمل لحد المرايه الداخليه بتاعت الناحيه الثانيه، وبعد كده الاسقاط بتاعكم تمام؟ اتفضل يا فندم. ماشي. انا هنا مش عامله شادو جاب. طيب هبتدي اهي، دي كلها هتبقى قطعه واحده اصلا. وبعد كده هنا المرايه 7 سنتي، عليها ده الجبس الزق خلصانة. وهنا المرايه 7 سنتي. هعمله هاتش، بس مهندسين هرد على كل الاسئله، حاضر هعمل كوبي بس من الاسئله وتحطوها في الكومنت في اللايف اللي على الفيسبوك، وهنرد على كل الاسئله حاضر. طيب دي بالنسبة لخطوط العمل احنا ننسحها. حضراتكم فاهمين عليا تمام كده ولا لا؟ طيب انا هعمل قطعة تاني، فهعمل اكس لاين، هعمل انا قطعة هنا،
بس حلف الكلام. طيب أنا هعمل قطع في الجزء ده، فطبعا خط الخرسانة هيكون هنا، هعمله بلون تاني. طيب هعمل اوفست برضو نفس السقوط، الاوفست 15 سنتي، فهنزل 150 سنتي، وهعمل السماكة بتاعت الجبسن بورد اللي هي 20 سنتي، فهعمل اوفست 20 لفوق، هنا اوفست 20. وبعد كده بالبولي لاين هنا هبتدي اعمل القطاع من اول الخرسانة، همشي القطاع اطلع الدراية اللي هي 7 سنتي، المراية الداخلية، عمق البيت النور 10 سم وبعد كده المرايه الداخليه. نفس الحكاية هنا، هنا مش هعمل، لا مش هعمل ميرور، بس خليني هعملها بولي لاين. ميرور. هنا مش ميرور يا باشمهندس، عشان في جزء الخشب. لا هيبقى في قطاع هنا هتعملي ميرور يا باشمهندسة من السقف ده ميرور عشان القطاع الخشب يبقى هنا هيبقى حرف يو. ليه؟ لان انت عندك بتعملي السقف ده لوحده وبعد كده بنركب التركيب الخشب بعد ما بنخلص الجبن بورد. يعني بنعمل مظبوط. المرايه يعني كان دي زي مرايه البيت القطار. تمام؟ ايوه مظبوط. فانا هبتديها من اول هنا يا باشمهندس، بالظبط اه هبتديها من مظبوط هنا صحيح. هنا كده. دي المراية الداخلية، خلينا نبتدي المراية الخارجية هنا 7 سنتي. زي حرفي. وهنا الجزء الثاني، هنا برضو البراية الخارجية دي من أول هنا 7 سنتي. وبينهم هيكون قطاع الخشب، المفروض قطاع الخشب انه داخل شوية. أتمنى تكون حضرتك استفدت من المحاضرة الأولى في تطبيق النموذج الثاني الجزء الأول. هنكمل إن شاء الله الفيديو القادم تكملة الجزء الثاني للنموذج الثاني. ما تنسوش حضراتكم لو عندكم أي استفسارات تقدروا تكتبوا في الكومنت تحت الفيديو على اليوتيوب أو على صفحتنا على الفيسبوك لوان وصفة. استضافكم إن شاء الله في الفيديو القادم.